وشعار دفاع بدر بعض الجانفي رفعوا أبنائنا من شباب الثورة وشهدائنا الأبرار رحمهم الله وجرحى ثورتنا الطرف. شعار هذا هو اسمه خبز وماء وبناء ليلة. شعار هذا استمدنا منه القوة تاعنا اليوم في إضراب الجوع. تقريب نفس الشعار لكن بسياق جديد. شعار إضراب الجوع هو فقط أنا إنسان مش عايش فيها على السكر والماء. إحنا اليوم في السكر والماء من أجل سكر وماء وظلم لا. سكر وماء وطمس الحقيقة لا. سكر وماء وفلات المجرمين لا عقاب لا. هذاك علاش معنا قررنا دخول في إضراب الجوع. تعرفوا كل يوم 12 أبريل هو يوم تاريخي في عهد تونس. لكن عادة اليوم التاريخي يكون يوم عظيم. لكن للأسف هذا اليوم التاريخي ما كانش عظيم بل كان عكس نجم نقول عليه هو أبسط حاجة إنه كان يوم تاريخي مش يبقى شاهد عليه تونس وشعب تونس كل الرأي العام وكل الرأي الوطني والدولي إنه يوم خيانة لدماء شهداء وجرحى الثورة يوم نصدر فيه حكم ظالم بحق أبناء حرية الثورة الحرية والكرامة. إحنا أولادنا عطيناهم لتونس من أجل الحرية والكرامة. صحيح من كان على أولادنا وقت اللي كان الشعب بطلنا من الكيان لأن كان الشعب معانا. اليوم عندما ما شرحت المحكمة نهار 12 فيفري تقريبا عودنا بكل عودنا وعرفنا معناها كأننا نحن مظلومين ما عادش فيها شهداء وجرحى. إحنا وبالنسبة لنا إحنا رانا باش نساعدوا باش نساعدوا ما نزيدش عليكم كلام رانا باش نساعدوا وأنا مستعد للموت بالجوع من أجل الشهداء. قررنا دخول إضراب جوع حتى الحق في المطالب مش نوصل حتى نموت حتى الحق في المطالب وشكرا. ونحن رانا مستعدين لأولادنا نوقفوا معاهم اللي آخر يوم يعمل الجوع ما يقتلش هما كارتوشة قتلتهم ونحن الجوع نستحملوه على شبابنا وعلى اولادنا اللي ضاعت نحن من نهار 8 هما قتلونا نحن موت نهار 8 قتلونا زادوا نهار القتل الكبير اللي زادوا قتلونا فيها خرجونا فيها الاولاد هذيك موت اخرى والموت الثالثه زادوا عملوها نهار الحكم نحن نستنوا في الحكم باش نقولوا الحكم شعب نجوم جايين عسكريه فرحانين نقولوا حقنا باش يعطوه حق اولادنا باش يعطوهولنا رانا في تونس باش نقولوا انا تونسيه وين تونس؟ تونس ما خدش حق اولادنا الليله تاع من اجلهم مش اولادنا رحنا نضحك اولاد الناس الكل جايين تونس عينونا في اولادنا عطونا حق اولادنا رانا ما جيناش لكم ما ظلمتونا شنا نحن ظلمناكم يستعين نحن ما نظلموش حسبنا الله ونعم فيه وكيل نحب نقول لكم راهو العائلات المضربين العائلات الموجوده راهم على ذمتكم سبقونا ما نجمش نطولوا في هناك خاطر اليوم في اليوم الخامس اليوم الخامس من إضراب الجوع حب النور حاجة هو اليوم الخامس لكن إلى هذه الساعة ما تمش حتى اتصال بنا من السلطة المعنية وكأن جوع أمهات شهداء ما يعنيهمش وكأن جوع جرحى الثورة ما يعنيهمش وكأن جوع أباء شهداء ما يعنيهمش اليوم الخامس على التوالي في إضرابنا للجوع ولا اتصال من أحد المسؤولين أو أحد السلطات في هذه البلاد.